مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من مدينة طنجة. ولدينا حالة اختفاء تتعلق بفتاة قاصر في عمرها 14 سنة واللي اختفت في ظروف غامضة، والأب ديالها غادي تطلع عليها. وكيقول بأن بنته شافوها الناس آخر مرة مع جوج ديال الدراري من تما ما بانش ليها الأثر. إذا المزيد من التفاصيل غادي تسمعوا على لسان الأب ديالها والخالة ديالها. تفضل احكي لنا كيف وقع البنت. انا كنسول على حليمه اللي اختفت البارح مع الصباح، مشات البارح مع الصباح وما رجعتش، كنت مسافر وجيت بالليل، عيطوا لي جيت بالليل وما لقيت حتى شي اثر عليها. سقسيت العائله ديالها، سقسيت الناس اللي كيعرفوها صحاباتها، حتى واحد ما عطاني خبر ديالها. جات واحد صاحبتها قالت لي راه دازت مع واحد الطريق مع ديك 10 ونص ديال الليل، هي واحد الجوج كانت مزيره سيني، كانت مزيره وملي مشينا لواحد الدار شفنا واحد الكاميرا، ما جبرنا والو، جبرنا دازت حتى شي حاجه، ما جبرنا والو، كاميرا ما شفنا والو، ما صورت والو الكاميرا. ايوا دابا كنطلب قلبنا عليها مشينا للكوميساريه قلبنا عليها، وهادو التصاور ديالها هما، هادو هما التصاور ديالها. قلبنا عند صحاباتها عند العائله كاملين، ما كاين حتى اثر ديالها، ما كايناش التليفون ديالها طافي. هذاك هو اللي دخلنا الشك، ما عرف واش اختطفوها ولا ما عرفناش شنو واقع، باقي ما عرفناش شنو واقع. الله يرحم والدين ديالكم اللي شاف هاد الدريه. هي كانت لابسه عليها السروال في الكري والخارسي في الكري، يعني راه شافوها الناس برشيفه فوق هاد النجمه، شافوها في ديك الزنقه هذيك داخله تما في الحومه مع واحد جوج دراري، واحد صاحبتها عيطت لها وواحد صاحبتها عيطت لها وما دازها شي فيها حيت كانت مزيره عند ديك الولاد. يعني هذه هي الصوره ديالها. هاي مشيت عملت شي شكايه؟ عملت شكايه عند بي جي في العوامه عند البوليس. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دابا كنطلب المحسنين الا كان شي واحد اللي شافها شي واحد وهادي اتصل بينا. الله يرحم والدين ديالها. لا ما كتقراش، ما مقاطعه عن الدراسه. لا لا ما وقع لنا والو الحمد لله معها. انا عجزت ثلاث ايام هذيا ورجعت بحالي للبلاد، عيطوا لي البارح مع ثلاث اللي قالوا لي العائله ما جاتش من الصباح ما جات. دابا اجي طلعت في ديك الليل، طلعت صبحت في الكوميساريه كنديكلاري على حساب العائله. هذا الشيء اللي كاين. ما شافت حتى واحد، شافت واحد الدريه صاحبتها كانت خدامه معاها، قالت لنا راه دازت من هنايا ملي مشينا عند واحد السيد بالحانوت تمايا نشوفوا الكاميرا، ما لقينا والو. صار الكاميرا كان عندكم امام كاميرا المراقبه ما كانتش تشوف، ما شفنا والو. عاد قلنا شافتها باش مزيره، شافتها في وسط ديك جوج دراري باش مزيره، ما حتى الهضره ما هضرتي معاها، عيطت من هاد الشيء يلاه ما هضرتي معاها. غادي نقلبوا الصوره ديالها. هادي حليمه هاي. هذه الصورة مشاهدينا الكرام بهذه الفتاة قاصر التي اختفت في ظروف غامضة ليلة أمس يوم السبت. دابا الأب ديالها والعائلة تيتسطاو عليها، اللي شاف هذه البنت هذه اتصل بالأب ديالها اللي طبعا في الشاشة أو الأخرى في مركز للشرطة. إذا كانت كتشوف في هذا الفيديو شنو كان كتقول لها؟ كنقول لها ترجع للدار ديالهم، راه ما خصها حتى شي خير، وهذا الشيء اللي كاين راه ما منا معاها والو الحمد لله، راه ما عندنا معاها والو، ما ضربناها ما جرينا عليها ما والو. إذا كانت كتسمعنا ترجع للدار ديالهم، عندي يما راه كتسط عليها، راه ما عرفت حتى شي واش ميتة ولا بالروح ولا، راه يما كتسط عليها في الدار. هذا الشيء اللي كنطلب من محسن. خليناها في الدار، طايحة في الدار لينا يلاه وصافي. ان شاء الله يا رب. هادي السلام عليكم. انا خلت هاد المختفيه اليوم، عيطوا لي في الصباح مع ديك جوج هيدا جوج ونص د الليل، قالوا لي راه بنت اختك راه اختفت. جيت عند يماها صيتها في واحد الحاله ما تصوروش على البال. قلبنا الحومة، سرينا عند صحاباتها، سرينا عند العائلة كاملة، ما لقينا حتى شي حاجة، ما لقينا حتى شي واحد، غير واحد صاحبتها
شافت في الحمام مع ديك العشرة ونص ماشيين بها شي جوج دراري مزيره من النوم، وخا عيطت لها ما جاوبات حتى شي، ما عرفنا دابا واش مقتوله ولا مربوطه عندهم ولا ما نعرف، ما عارفينش شني كاين. دابا كنطلبوا لها كان شي واحد شافها ولا سمع ليها شي حاجه اتصل بالنمره اللي ذكرها سماها، يعني حتى التليفون ديالها مطفي، يعني هي عندها التليفون ديالها مطفي، كنصيفطوا لها في الفيسبوك في الواتساب حتى حاجه ما عندها شعله، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي تواصل ديالنا معاها. 10 الصباح البارح باقي ما 10 الصباح البارح انا كنت خدامه، ودابا وعيطوا لي حتى مع ديك الجوج، هيدا جوج ونص الليل. هي كانت خدمت عليه شي حاجه وخرجت شحال هادي، وهي خارجه من الاخر يعني جالسه غير في الدار عندها خاها كتحضيه وصافي. الوالده ديالها هي اللي كانت خدامه عليها، والوالد ديالها هو انايا كخدامين عليها، يعني هي ما عندها حتى شي حاجه، يعني ما دابزت في الدار ما حتى شي حاجه. هادشي هي اللي كيشككنا انها يعني مخطوفه، يعني ماشي شي حاجه، اللي حتى كان عندها صداع مع والديا ولا شي حاجه كنقدر تجي عندي للدار. انا عندي الدار تما في زنايا، تقدر تجي عندي للدار ولا تمشي عند خوالها ولا شي واحد من العائله. بحق هي ما عندها حتى شي مشكل مع والديها، جالسه واكله شاربه ما عندها حتى شي مشكل معاهم. خرجت مع ديك الجوج د النهار هدايا ولا ما عرفاش بالضبط، معاش خرجت، خلات خا مع شي مرا وزادت ما عرفناش، ما رجعتش لحد الساعه ما رجعتش. حنا قينا كنقلبوا عليها، ما خلينا كوميساريات، ما خلينا سبيطارات، ما خلينا حتى شي بلاصه، ما كاين والو. في العمر ديال 14 سنه يعني باقا قاصر، يعني باقا ما عرفه والو. يعني عندكم شكوك يكون خا على شي ماكرو، بعدا تكونوا مع جوج دراري. يعني مادام ان صاحبتها قالت شافتها في العشرة الليل مع ديك العشرة ونص، يعني ضروري عيدخلنا الشك بانه ماشي، يعني خطرة سيدة ما عليها والو عتخرج في هذيك اللحظة هذيك، إذن راه شي حاجة تما، يعني ما عارفينش بالضبط الحق، يقدر يكونوا كيهدوها ولا شي حاجه، ودا شي بلاصه ربطوها ولا ما نعرف، ولا قتلوها ولا، يعني لحد الساعه كلشي كي لا حتى شي، لا جيران لا حتى شي واحد، ما عطانا يعني شني كاين بالضبط. فهمت، ولكن كتشوفنا في هذا اللايف هذايا نتمنى ترجع، ولكن عندها شي مشكل ولا شي حاجه يعني تحلوها. حنا هنا يعني حنا ما نخليوهاش بوحديتها، فهمت، حنا نساعدوها في اي حاجه بغاتها، كنقولوا لها بسم الله، يعني ما كنعرضوها حتى لشي حاجه. هذه هي اللي كتخلي الانسان يعني يتينا العائله جالسه معاك ما معصبه ما حتى شي حاجه، ما عندها حتى شي مشكل، وكتخرج في هذا في هاد الظروف هادي، يعني ما عرفناش شني واقع له. مشاهدي قناة شوف تي في، كنتوا معنا في هذا المباشر، وهاد الحالة الإنسانية اللي كتعلق بحالة اختفاء لفتاة قاصف عمرها 14 سنة، تنحدر من حي بئر الشفا. كيفما تبعتوا معنا في الصوره ديالها، اللي شافها ولا تعرف عليها يبلغ الاب ديالها بهذا الرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، او يتصل باقرب مركز للشرطه. شكرا مشاهدينا الكرام على تتبعكم هذا المباشر، القاكم في مباشر قادم، الى اللقاء.